ومن تونس مشاهدينا إلى أبرز أخبار وأسرار مواقع التواصل الاجتماعي وإجابات على أسئلتكم مع الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص الذي ينضم إلينا الآن. وصباح النور عمر. صباح النور سارة، كيف الحال والأحوال؟ تمام، مشتاق لكم كثير. طيب قبل ما ندخل على الفقرة عمر، أخبرنا بداية، اليوم كان في جلسة تضم، المفروض أنه كان يكون في انعقاد لجلسة تضم كبار قادة وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات لمساءلتهم في الكونغرس، ولكن وكأنه تم إرجاءها، أخبرنا أكثر عن تفاصيل. نعم سارة، اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي كان مقرر عقد الجلسة اليوم الثلاثاء، لكن بسبب جنازة مارتن لوثر كينج الابن تم تأجيل الجلسة مع قادة العالم بالتكنولوجيا اللي هن مارك زوكربيرج وصاحب شركة أبل وصاحب شركة أمازون وصاحب شركة جوجل، يعني فيسبوك جوجل أمازون وأبل، لتحقيق معهم بسبب الاحتكار في أمريكا والعالم. والتحقيق حيتضمن، بيروح لشقين، أول شيء هل أي شركة تصعد أو تنشئ في أمريكا يتم ناجح أن تستعبد أي دولة بالعالم، أي شخص ناجح، في آلاف الأشخاص بالدولة ينجحوا. في شركة فيسبوك أو جوجل أو أبل أو أمازون ما حدا قدر قلدهم لحديثها الثانية. مجلس النواب بدي يحقق، اللجنة القضائية مجلس النواب بدي يحقق انه هل اربع شركات هم منعوا اي منافس، لان في كثير اخبار طلعت انه اي شخص بيطلع بقلد او بيعمل منصه شبيهه لفيسبوك دايركت بتم اختراقه ودايركت بتم اطفاء السيرفر الخاص بالموقع. فهذا ضمن التحقيق. التحقيق الثاني، هل عم بياثروا على الاسعار وارتفاع الاسعار وعلى نفسيه المستهلك، خاصه انه يضم مليارات الاشخاص على هالمنصات. فكل هيدي، ومن المتوقع كان انه يوم الثلاثاء تكون جلسه طاحنه، ولان اجتمع اليمين واليسار في امريكا ضد هالاربع شركات، فاجلت ليوم الجمعه الثلاثاء الجاي ان شاء الله او اللي بعده بنخبركم شو صار بالجلسه. بس كان من المتوقع انه تكون جلسه قاسيه وطاحنه بحق قاده العالم بالتكنولوجيا. لوين بتودي التحقيقات؟ مثل ما شفنا نحن انه دفع مبالغ هذيك السنه 170 مليون دولار لشركه يوتيوب، وشركه فيسبوك دفعت حوالي 137 دولار كغرامه ماليه عشان ما عرفت تحمي الداتا، اي المعلومات او المستخدمين. فنشوف الجلسات المقبله شو حيصير فيها. احنا حنكون متابعين، وبالتاكيد يعني انت كمان حتدينا اخر تطورات هذه الجلسات، وكمان بقى عندنا وقت نحسب القيمه التسويقيه لهذه المواقع اللي حتكون قادتها موجودين في هذه المساءله. خلينا عمر ننتقل الى اسئله المشاهدين. عندنا سؤال بيقول: ما هو افضل وقت لتنزيل المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصد اكبر نسبه تفاعل؟ تمام، اذا فينا بس ناخذ الشاشه عندي لحتى ندلهم براتيك. يلا. افضل وقت بنفوت على الفيسبوك في شيء اسمه انسايت، اوكي؟ بنفوت على الصور مثل ما عم بتشوفوا او على المنشور اذا كان بالعربي، بيعطيك الفيسبوك التايم تاع اللايكرز تاعولك، مثلا الساعه 6 الصبح في 75,000 اونلاين، ساعه 2 بعد الظهر في 78,000 اونلاين. أكبر دليل أنه ساعة واحدة مثل ما عم نشوف على الشاشة، واحدة هو في 84,000 شخص أونلاين، فأفضل وقت لأنشر هو الساعة واحدة. كل شيء بالمواقع التواصل الاجتماعي اسمه علم، ما في شيء اسمه إحساس، أنه أنا بحس أنه الساعة 4 بشيء. بنفوت على الإنسايت على البوست، بيعطينا الفيسبوك إجمال عدد اللايكات أي ساعة بيكونوا أونلاين، ونفس الشيء على انستغرام، بفوت على الانسايت وبقول لنا. تويتر ما عندهم هالميزه، بس اول اثنين بلاتفورم بتكون بالترويج هن فيسبوك وانستغرام. بهيدي الطريقه بنعرف افضل وقت للنشر. طيب يعني ذكرت في اجابتك اكثر من موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا سؤالنا الجاي لانه جانب المشاهد يسال: ما هي المنصه التي تحقق نموا وتفاعلا كبيرا اليوم؟
افضل منصه بتحقق نمو اللي عم بتحقق نمو هي منصه تيك توك، وسبق واشرنا لها بالفقرات السابقه. تحملت خلال 2020 خلال اكيد كوفيد 19 كورونا 186 مليون مره بالولايات المتحده فقط. هو عالميا نمبر 1 اليوم على جوجل بلاي، ونمبر 2 على ابل ستور. حققت تقريبا نمو شركة تيك توك 70% أكثر عن العام الماضي. ما في منافس بالنمو، بينما المستخدمين النشطين في الشهر عندهم أكثر، بس كتحقيق نمو تيك توك طايرة، عشان هيك عم تتعرض لهجوم من الدول وصار تدخلوها بالسياسة. طيب خلينا نمشي للسؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده بيتكلم عن المعلنين على وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال هنا انه كيف يتم تحديد الجمهور الذي نتوجه اليه بقصد الاعلان كاصحاب شركه او اصحاب عمل، يعني عند ملء الاستماره للتوجه لمعلنين معين كيف نختارهم؟ تمام، انا حاعطيكم سر. اذا افترضنا على اكزامبل عندنا محل تليفونات وبدنا نتوجه لجمهور بحب التليفونات، انسوا انه في تارجت لاشخاص ممكن يقولوا التليفون او بالتارجت بالفيسبوك، بتجيبوا استماره بتحطوا بقلبها 10 اسئله، أي شو بتحبوا السياره، شو بتحبوا كم بورد بايكون ساكنين وين كذا. بناء على هالديتا لما يجي زبون من عبدية بنصير نعرف جمهورنا الحقيقي بقلب الستور تبعنا شو بحب. بناء على اجوبه المستخدمين الحقيقيين اللي عم بيجوا يشتروا تليفونات او يسالوا وعم بعبوا الاستماره، بنعبي التارجت على فيسبوك، وهيك بنكون عم نحول الجمهور الافتراضي لجمهور حقيقي. واذا بدي هذا كثير سؤال مهم، قريبا حنعمل حلقه مخصصه كيف نعمل تارجت لجمهور، عشان هيدي جواب واسع وبده 12 دقيقة أو 10 دقائق. اتفقنا، لأنه فعلا الموضوع مهم، واعتقد أنه ربما السؤال القادم أيضا حيكون بنفس درجة الأهمية، ولسه إحنا في التسويق عبر أونلاين أو عبر الإنترنت. هنا السؤال أنه كيف تختار المنصة المناسبة لنوع المنتج أو الخدمة التي تسوق لها؟ نعم، اختيار المنصة بحسب البرودكت تبعنا، بحسب المنتج تبعنا. نحن اذا عم نروج افترضنا بليزر او عم نروج قميص، افضل منصه هي الانستغرام. اذا عم نروج افترضنا لمطعم، افضل منصه هي سناب شات وتيك توك وانستغرام. اذا عم نروج لموقع الكتروني، افضل منصه هو الفيسبوك. فحسب كل المنتج بنشوف المناصر المناسبة. نعم، طيب سؤالنا اللي بعد كده بيقول انه هل يمكن ان تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرا للمردود المادي؟ اكيد مصدر للمردود المادي من مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيعطوا مصاري او اللي فينا نجيب مردود مادي، هم فيسبوك ويوتيوب وتيك توك. المردود المادي بيجي على الثالث، اليوتيوب اللي حسب الدعايه اللي بتطلع لنا على الفيديو، يوتيوب بياخذ 20% من قيمه الدعايه وبيعطيني 80% بحسب الدوله. يعني اذا افترضنا انا جاني 1000 مشاهده من قطر، واجا 1000 دعاي على الفيديو تبعي ب 1000 مشاهده. الست ايام بقطر اللي هو افترضنا اجا يعني اندفع على الفيديو تاعي من المعلنين 1000 دولار، ياخذ 200 دولار يوتيوب وبحول لي 800 دولار على البطاقة. اوكي؟ هاي أول شغلة. بالفيسبوك في طريقتين، في طريقة عبر الانستنت ارتكل وطريقة عبر الفيديو ارت. الانستنت ارتكل يعني أنا إذا عندي موقع فيني أشترك مع يوتيوب، بتصير يحط لي بقلب الموقع دعايات ويدفع لي مصاري عليهم، وعن طريق الفيديو ارت اللي هو عم بحاول ينافس يوتيوب فيها، بيحط دعاية بقلب اليوتيوب وكمان يعمل شيرنج أنا وياه بالمصاري بحسب الدولة، تفرق أكيد المصاري بحسب الست أم. نعم. تيك توك هلا عملوا شغلة جديدة، إذا أي تيك توك أي تيك توك على اللايف فينا المستخدمين بيدخلوا البيست، وهو البيست بيتحول لكون وهو في يعمل لهم تشيك أوت على حسابه البنكي.
نعم. طيب عمر، قبل قليل ناقشت هبة مع ضيفة التنمر والأطفال وهذا العالم، وكان عنده وصايا بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والسؤال هنا كيف نستطيع أن نحمي أطفالنا من المحتوى الغير لائق من ناحية، ومن التعرض لكل ما ممكن أن يسيئهم أيضا؟ نعم، سؤال كثير مهم وحكينه قبل كمان، وضروري دائما نفكر فيه. دائما نكون في مراقبه شديده على اولادنا، هم ماسكين الايباد وتليفوناتنا، دائما نشوف الابلكيشن اللي عم بيستخدموها، في مثل اليوتيوب مثلا فيكم تعملوا ريستريكتد مود على تفتحوها، تيك توك هلا نزلوا هالاوبشن، دائما نشوف. افضل نصيحه هي اطفاء الانترنت والواي فاي لما طفلنا يستخدم التليفون، ونحدد فقط الابلكيشن الاوفلاين اللي ما بدها انترنت، يعني مثل جيم مثل اي شيء ما بده انترنت، ونفتحها نحن ونعطيها للطفل، هيك بنكون 70%، اما 30% الباقيين هي بدها تكون عبر المراقبه، نجلس حتى الولد دائما نحكي مع الولد نشوف شو عم يحضر، مثل كفتات اذا بدك مفاجاه على الولد، هو عم يحضر شو عم تحضر شو كذا، هيك بحس الولد انه على طول عليه مراقبه وما بينخرط في اشياء سيئه اللي ممكن كل اي طفل يتعرض له. نعم. طيب سؤالي الاخير وبسرعه، يعني باختصار جاوبنا عليه، معدل النشر كافراد وكشركات قد ايه المفروض انه يكون؟ معدل النشر بالافراد احنا عم نحكي بروفايل وبيج، افضل 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 حل هو مره او مرتين بالنهار، اذا عم نحكي برودكت عادي مثل تليفونات، محل ثياب، محل مطعم، اما اذا ويب سايت او موقع الكتروني تختلف اكيد بحسب عدد المواد. اما البروفايل ما فينا نحدد، لان حسب الحدث، امرار الحدث بيفرض اكتب 4-5 بوست، امرار بيفرض انه غيب جمعه عن السوشيال ميديا، فالبروفايل الشخصي ما فينا نحدد اي وقت. اما البيج قلت لك بين مره ومرتين في اليوم، مع يستثنى من القاعده المواقع نعم. الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي عمر قصقص، شكرا جزيلا لك. شكرا.